أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله رئيسة مجلس النواب بما تشهده مملكة البحرين من طفرة في مجال الخدمات ومشروعات البنية التحتية وذلك بفضل التوجيهات السامية من لدن جلالة الملك المفدى والجهود المبذولة من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيسة مجلس النواب في مكتبها اليوم سعادة السيد عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث ثملت معاليها الدور الفاعل الوزارة في تنفيذ الخطط التطويرية في المجالات الخدمية والإنشائية ومشروعات التخطيط العمرانية بما يحقق التقدم والازدهار للوطن ويلبي احتياجات المواطنين